اتفضلي حاجة، عرفينا بنفسك اتفضلي. حميدة شلبي مصطفى من بني سويف، والدة احمد حسين مصطفى كامل اللي موجود في سجن العقرب حاليا. يعني انا عاوز اسال وزير الداخلية دلوقتي كل يوم نفس المجموعة ونفس القضية، كل شوية يطلع مجموعة ويخلي الباقيين يطلع. كان عندنا امل يطلع في 25 ابريل، ما طلعش، قالوا هنطلعهم كلهم في 23 يوليو. في يوم السبت انا كنت عنده في الزيارة، جه اسماء 23 واحد، وهو اسمه مش فيهم. فانا عاوز اعرف ليه يعني المجموعة دي باقية ليه؟ من الناحية الصحية عنده تقرير طبي ان هو حالته الصحية فيها مشاكل كتير، والتقرير موجود في السجن، موجود في مستشفى القصر العيني. من ناحية الاخلاق او السلوك الحسن، ابني درس هناك حقوق، بعد هو معاه صيدلة لكن درس حقوق وخد دبلومة شريعة وخد دبلومة قانون عام، ودلوقتي مقدم دكتوراه في الدستور، وقدم الاوراق الخاصه بمناقشه الرساله، لكن للاسف ما فيش تحديد مكان ميعاد. ليه عدم تحديد الميعاد؟ لان من يوم الثوره اللي ربنا ينصرها ويتممها على خير ما فيش شرطه توديه القصر العيني يناقش الرساله. وبعدين طب ما خرجش ليه؟ سلوك كويس، صحيا تعبان، الزملاء في نفس القضية خرجوا، هو ما خرجش ليه؟ أنا عندي شك إن الضابط اللي عذبه اللي هو اسمه عمرو الخولي ده، ومش عارفة ولا إيه، بتاع أمن الدولة، هو اللي واقف في طريقه في عدم الخروج. ده شك مني، الله أعلم إن كان شك في محله أو لا. المسؤول دلوقتي عن تعطيله مش بقى أمن الدولة، أمن الوطن. الامن الوطني. الامن الوطني ولا الامن الوطني. فانا دلوقتي يعني عاوز ليه التعنت ده؟ ليه؟ يعني صحيا عندكم تعبان، سلوك حسن، سلوك حسن، مظلوم مظلوم، وانتوا عارفين ان هو وينطبق مظلوم. عليه القانون اللي هو زمايله زي وينطبق عليه نصف المده، لا ده زاد عن نصف المده سنتين ونص سنة، يعني اكتر من نص المده. اكتر من نص المده. وبعدين يعني انا ست بقيت عندي 80 سنة، حرام عليهم ان انا كل اسبوع اجي ازوره. ابوه مات بسببه، بسبب سجنه يعني. وانا دلوقتي يعني بعد ما كنت بجيله كل اسبوع باجي كل 10 ايام من بني سويف، وحاليا كمان يعني مش قادر اجي. فانا بعد يوم السبت لما عرفت ان اسمه ما طلعش، قلت الحل الوحيد ان انا هاجي التحرير ومع المعتصمين في التحرير، ومش هغادر التحرير لغايه ما ابني يطلع. سمعنا حضرتك قدمت بلاغ للنائب العام ولا؟ قدمت بلاغ يوم 25/6. قال لي بعد 15 يوم تعال اسال. رحت بعد 15 يوم قال لي احنا بعتنا مصلحه السجون، واداني اسم البنت اللي في مصلحة السجون اللي استلمت الطلب. قال لي اسمها هند، مش عارفة هند ايه. وما ردوش عليهم. طب الحل؟ طب اكتبي تظلم تاني. كتبت تظلم تاني وخد نفس الرقم. الرقم 1895. وبعد ما قدمت التظلم التاني وطلب هو يشوف التقرير الصحي بتاعه، ما عرفش اتصل بمين، جابوا له التقرير الصحي قراه، وبعد ما قراه قال لي واحد عنده ضمور في العضلات، عنده رجله اليمين وايده اليمين فيهم ضمور، فقراته القطنيه ما تعبانه، رقبته تعبانه، كان بيعمل علاج طبيعي 3 مرات في الاسبوع، كل الامراض دي، ويجي السباع يقول عنده عنده عنده، بس يعني ممكن يتحمل السجن. طب اشمعنى؟ طب ما انت طلعت ناس احسن منه صحيا، ليه التعنت؟ ليه التعنت مع ابني؟ انا عاوز اعرف. وبعدين انا يعني بعت لطنطاوي فاكس، بعت لهم تلغراف، بعت لشرف، بعت للعسوي، بعت لحقوق الانسان، بعت لسفاره السويد، بعت للصحافه. انا عاوز اعرف ابني ما طلعش ليه؟ انا قاعده لكم اهو لغايه ما تردوا عليا، اقنعوني ابني مش هيطلع ليه. حضرتك وابناء حضرتك ما شايف كده اطفال و ده بنته
بتول وكنانة اللي مسميها على مصر لحب في مصر. في مصر والله مسمي كنانة. كنانة زكي كنانة لا هيطلع لك بابا بالسلامة ان شاء الله في خلال اليومين دول ان شاء الله. ومعايا اسامة في رابعة طب. وبقية الولاد مجوش من السويد. بس فانا يعني انا عاوز اعرف، انا غلبت العيال معايا ومبهدلاهم معايا في التحرير. عاوز اعرف وبدعوهم كل المسؤولين ان شاء الله يكون مسؤول في وظيفة صغيرة. فانت مسؤول، الظلم ظلمات يوم القيامة، ما تظلمش عشان ما تظلمش. وندعو ربنا يوفق الجيش لان حمله تقيل ان شاء الله، ربنا يوفقهم حملهم تقيل، ويبصوا للناس المسنين، يبصوا للمظلومين. احنا ما بنطلبش باي حاجه اكتر من نصره المظلوم بس. شكرا يا حاجه. العافيه يا سيدي وجزاك الله كل خير.